Jamal is a single father, raising his four small, precious children in Gaza. The death of his wife left a gaping hole in their lives that they can never fill. Jamal is suffering from severe kidney failure and requires dialysis just to stay alive. He is unable to work and barely manages to pull together scraps of food for his hungry children. This is his story. كان وضع الصحي منيح وتمام ومية المية فجأة توفت زوجتي الله يرحمها بعد ما توفت صار معي الفشل الكلوي هذا الكلام قبل 4 سنين فبعد ما غسلت كنت قبلها يعني أمور الحمد لله متيسرة بس بعد ما صرت أغسل طبعا ما عاد في لا بقدر أروح ولا أنزل ولا أطلع ولا وضعي صار بالمرة تعبان كثير اول شغله ثاني شغله بالنسبه ل هي لما توفت الله يرحمها كنت مخلف 3 اولاد وبنت وكلهم صغار عندي فاهم كيف البنت عمرها 4 سنين هلا واللي مغطى علي يعني ما مش قادر لا اصرف عليهم ولا اعمل لهم اي شيء بدهم اياه ولا اجيب لهم اي شيء نفسهم فيه لانه صار كل همي اللي هو اني انا اروح أقعد على الماكينة أغسل وبعد هيك أروح وبعد ما أروح حتى لما أروح في الليل ألاقيهم نايمين الأولاد مش قادر يعني مش قادر أقوم فيهم ولا قادر أصرف عليهم ولا قادر أوكلهم ولا قادر أشربهم يعني إلا الساعة هذه اللي بحكي معاك فيها يمكن ما تغدوا يعني إحنا هنا داخلين على الساعة 2 وهم ما تغدوا إيش أقول لك يعني ما في أصلا ما في شيء متوفر عشان يعني تأكل أو تشرب يعني إيش بدك تأكل وتشرب يعني انت اليوم لما تروح على المستشفى بلا مؤاخذة السندوش من عباب الشفا بده 2 شيكل مش قادر وبعدين الاولاد كمان الاولاد همهم هم يعني بدهم اكل اغلب اكلهم نواشف من الدكان يعني هذيك تنهار ابني بقول لي بده اكل بقول له جيب لك يا بعل بالجبن فيتا بقول لي يا بزقناها الجبن الفيتا انا قلت مزقتها بقول لي يا بدي طبيخ نفسنا في طبيخ هادي ما فيش مرات وجبه واحده اخر مره اكلت فيها لحمه يمكن تقريبا يمكن قبل شهر أو شهر ونص تقريبا من شهر أو شهر ونص ومش أنا اللي جبت اللحمة كمان يعني بتقدر تقول فاعل خير هيك خالهم يعني أنت فاهم كيف بعت لهم دجاج وطبخوها طبختها مرت عمهم وأكلوا إنه حدا بس يتكفل أطفالي هذول بس أنا مش طالب حدا هذول شبه أيتام يعني أنا وميت واحد أنا يعني مريض الفشل الكلوي ميت متوفي هذا خلص ما إيش بروح من الغسيل للدار لأني مش قادر أعمل ولا حاجة كل وقتي وكل حياتي وكل هذا Every day, countless people like Jamal raise their hands in dua and cry out to Allah for help. This Ramadan, you can be the answer to their prayers. By supporting Human Appeal, you will help change the lives of countless people who have lost all hope for a brighter tomorrow. Change starts here.